طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: لم تنهب عدن من قبل كما يحدث الآن. الحكومة تطالب الولايات المتحدة بإعادة قطع أثرية يهودية قيمة. وفي أخبارنا المنوعة: أهالي منطقة أمريكية يرحبون بقرار ترامب بعدم زيارتهم. أهلا بكم. وصف الموقع المتخصص بتغطية ما يجري على أرض عدن ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن أنه علامة للاحتضار، وعنون موقع عدن الغد: عدن تحتضر بالنهب الكمسري إلى الاستيلاء على ساحة ساعة التواهي، ما الذي تبقى؟ يتساءل الأهالي عما تبقى في مدينة عدن لم يتعرض للنهب والاستيلاء خلال السنوات الماضية، وتعاظمت أعمال النهب خلال 4 سنوات بصورة لا مثيل لها، وتمكن الباسطون من الاستيلاء على كافة الأراضي الحكومية والمساحات العامة، وردموا البحر في واقعة نهب هي الأولى والأضخم في تاريخ مدينة عدن. مؤخرا وصلت أعمال النهب والبسط إلى حديقة الكمسري بعدن وساحة ساعة بيج بن عدن الصغيرة، ولم يعد من مكان شاغر في عدن إلا الشوارع العامة الرئيسية، لأن الشوارع ذاتها تعرضت للبسط، حيث قام نافذون بالسطو على شارع فرعي بحي السنافر بمديرية المنصورة. ووفقا للموقع عدن الغد، فقد مثلت هذه الوقائع أكبر صدمة للأهالي في تاريخ المدينة، خصوصا وأن قطاعا كبيرا من يقومون بها اليوم هم من دعاة إقامة دولة مستقلة في الجنوب. ويتساءل الأهالي كيف لهؤلاء أن يقيموا دولة في حين لم تعد هناك مساحات شاغرة يمكن تشييد مؤسسات الدولة عليها. سهلت ميليشيا الحوثي لليهود اليمنيين الذين طردتهم من ديارهم أن يصطحبوا معهم عددا من المخطوطات القديمة، ثم ادعت أنها فتحت تحقيقا بالقضية مع عناصر تابعين لها. الحكومة الشرعية تحاول الآن استرداد جزء من الموروث اليمني وفقا لموقع الصحوانيت. قناة أمريكية: الحكومة تطالب الولايات المتحدة بإعادة قطع أثرية يهودية قيمة. ذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن الحكومة اليمنية تقدمت بطلب للسلطات الأمريكية بتوقيع مذكرة تفاهم في إطار مساعيها لاستعادة قطع أثرية يهودية قيمة أخرجت من البلاد. وأشارت القناة إلى أن اليمن قبل 100 عام كان يستضيف إحدى أكبر الجاليات اليهودية على مستوى العالم، لكن موجات العنف أجبرت معظم هؤلاء في العقود اللاحقة إلى الفرار أو على الفرار من البلاد، وتوجه كثيرون منهم إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل وحملوا معهم قطعا أثرية يهودية. وأكدت أن مذكرة التفاهم التي تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الآن إلى إبرامها مع الخارجية الأمريكية ستنص على تبعية هذه القطع النادرة والقيمة للدولة اليمنية، مع تجريم كل من يحاول إخراجها من البلاد. وذكرت القناة أنه بين هذه القطع الأثرية نسخة عريقة للتوراة أخرجتها من اليمن عائلة يهودية كانت تملكها على مدى 3 قرون على الأقل. وأفادت القناة بأن جماعات يهودية مختلفة دعت الحكومة الأمريكية إلى عدم تلبية طلب الحكومة اليمنية، وقد تبت أو تعلن وزارة خارجية الولايات المتحدة بقرارها في هذا الشأن حتى نهاية الشهر الجاري. أحمد ناصر حميدان يكتب عن معلم ولد في تعز وبعد إكمال تعليمه ذهب لتعليم الأجيال في ريف محافظة شبوة، وكان هناك يجتاز جبالا عبر الصعود إليها بواسطة الحبال، وهو أول معلم رآه الأهالي وهو يسير على حافة وحواف جبال شبوة لأجل تعليم أبنائهم. وقال الكاتب في مقال نشره موقع عدن الغد: كثير هم النوارس القادمون من الشمال، الجنوب هويتهم وثراؤهم السخي والمثالي. اليوم أحتاج أن نذكر أحد هذه النوارس القادمة من تربة ذبحان، والذي صار علماً تربوياً بارزاً في عدن يشار له بالبنان. تربى وترعرع على أرضها ونهل منها علماً ومعرفة، نسجت شخصيته
وامتزجت بخصوصية عدن وثقافتها حتى تصلب عوده وبدأ وقت الوفاء لعدن. كان ضمن أوائل المناضلين التربويين في فترة ما بعد الاستقلال، عمل في الخدمة الوطنية لانتشال الريف من الجهل والتخلف والمرض، وذهب لجبال شبوة الصعيد كأول معلم في هذه المنطقة التي كان يصل إليها متسلقاً بالحبال، منطقة لأول مرة تعرف التعليم وأبجديات القراءة والكتابة على يديه. إنه التربوي والكاتب المعروف عبد الرحمن نعمان. ومن لا يعرف هذا المعلم القدير مدرس اللغة العربية الذي أفنى شبابه في مدارس عدن، وتحديداً في مديريات الميناء والمعلى والتواهي والقلوعة. بعد أن أنهى خدمته الوطنية في الريف، تنقل من مدرسة لأخرى ومن مرحلة لأعلى، مع كل تأهيل جامعي يرتقي به يصب كل معارفه ومداركه في تأهيل أجيال متعاقبة. منذ نال درجة البكالوريوس باللغة العربية لم يبخل على عدن بعطائه المتميز. كنا معاً زملاء المهنة في ثانوية الرابع عشر من مايو سابقاً، جرادة حالياً، من الثمانينات حتى الإحالة للتقاعد. هذه المدرسة التي تقع في منطقة البنجسار، وجلس على مقاعد الدراسة فيها أبناء المناضلين وكبار السياسيين ورجال السلطة وأبناء الرؤساء المتعاقبين على اليمن الجنوبي والوزراء وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، جلسوا معاً على درج واحد مع أبناء الطبقة الكادحة من عمال وفلاحين وموظفين وعمال النظافة دون تمييز. لقد تخرج على يدي كوادر اليوم الذين صاروا في موقع سلطة القرار والمعنيين بإدارة شؤون عدن اليوم. الأرض اليمنية تنتج سنوياً ما يزيد عن 20,000 طن من البن، ويصدر إلى الخارج ما نسبته 80% من هذا المنتج فائق الجودة والشهرة عالمياً. إلا أن منافذ التصدير الرئيسية القريبة من مناطق زراعة البن باتت متوقفة تماماً بفعل الحرب، وفقاً لتقرير نشره موقع درج تحت عنوان اليمن قصة قدح القهوة من يد الوالي إلى العالم. وقال الموقع إن الإغلاق يشمل موانئ المخا، الصليف، وميدي وصولاً إلى الحديدة، والتي تعتبر بوابات للتصدير والاستيراد. ميناء عدن هو الوحيد الذي يمكن التصدير عبره، لكن هناك مخاطر حتمية تواجه المزارعين الشماليين إذا ما قرروا أن يتوجهوا بشاحناتهم إلى الجنوب عدن، إذ قتل أخيراً 2 من تجار الشمال في لحج جنوب اليمن كانا عائدين من عدن. وفقاً للموقع، فإن الشكوى الدائمة هي التوسع الرهيب في زراعة شجرة القاد داخل الحقول والوديان والقيعان الزراعية الخصبة في اليمن، واستحواذها ليس على الأرض فقط إنما على كميات ضخمة من المياه، حيث تستنزف مزروعات القات الهائلة المياه الجوفية بشكل مفجع، يدفع ذلك اليمن إلى صدارة البلدان المهددة بالعطش، وفقا لتقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، الذي صنف اليمن من بين أفقر 10 بلدان في العالم في مسألة المياه، ويستهلك القات كميات ضخمة من الماء تصل إلى 30% من المخزون الجوفي. نشر موقع المصدر أونلاين مقالا كتبه عبد القوي نادر عن العلاقة بين اليمن وروسيا، أو ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي. وقال الكاتب: بعد نجاح ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 وتأسيسها للنظام الجمهوري في اليمن، وقف الاتحاد السوفيتي داعما للشعب اليمني والجمهوريين ورئيس اليمن الأول عبد الله السلال. وبعد 3 أيام اعترفت الحكومة السوفيتية بالدولة الجديدة في اليمن، وهي الجمهورية العربية اليمنية. كانت البلد الثاني في العالم بعد مصر التي اعترفت بالثورة اليمنية. وبعد ذلك وصل إلى صنعاء خبراء وعسكريون روس، وبنوا هناك المطار الأول بسرعة، وساعدوا في إنشاء الجسر الجوي بين صنعاء والقاهرة. وبعد جلاء القوات المصرية في عام 1967 وحتى نهاية الحرب الأهلية، كان الخبراء الروس رافداً قوياً لاستمرار النظام الجمهوري أمام قوات الملكيين. وبفضل هذا الدعم السياسي انتهى الحصار وتحول اليمن إلى البناء بعد الحرب. ووفق وثائق جامعية روسية، فإنه جرى تخريج حوالي 50,000 خبير يمني من ذوي التعليم العالي في مختلف الاختصاصات منذ بدء علاقات التبادل الثقافي والدراسي بين الجانبين.
وترتكز العلاقات بين الدولتين على قاعدة قانونية واسعة ممثلة بمعاهدتي الصداقة والتعاون مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1979 والجمهورية العربية اليمنية عام 1984. في 24 من أكتوبر عام 1999 تم شطب ديون اليمن لروسيا وفقاً لاتفاق بين البلدين والبالغة 6.4 مليار دولار. وبنى الروس في اليمن شمالاً وجنوباً عدة مشاريع اقتصادية ضخمة، بينها محطة الطاقة الحرارية ومجمع التحلية بالحسوة في عدن والميناء في الحديدة ومصنع الإسمنت في باجل وخط أنابيب النفط بطول 190 كيلومتر من حقل النفط شبوة إلى ميناء بئر علي والطريق الرابط بين الحديدة وتعز. كما تمكن علماء الجيولوجيا الروس من العثور على النفط والغاز والذهب والحديد في اليمن، وتستمر العلاقات بين البلدين الصديقين، إذ ما تزال الحكومة الروسية تقدم الدعم الكامل للحكومة الشرعية اليمنية في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران باعتبارها الممثل الرسمي للشعب اليمني، كما أعلنت على لسان مسؤوليها وقنواتها الدبلوماسية. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوفيغارو ما نقلته عن مسؤولين سعوديين ويمنيين قولهم إن الحكومة اليمنية والانفصاليين سيوقعون في 5 نوفمبر اتفاقا تشاوروا حوله أواخر أكتوبر تحت رعاية سعودية لإنهاء الصراع في بلد دمرته حرب متعددة الجبهات. ففي الأسابيع الأخيرة عقدت الحكومة اليمنية والانفصاليون في المجلس الانتقالي الجنوبي محادثات سرية بوساطة الرياض في مدينة جدة، تم التوصل بعد هذه المناقشات إلى اتفاق في 25 أكتوبر، وينص هذا الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزارة سيتم تقاسمها بالتساوي بين شمال اليمن وجنوبه. وفقا لمسؤولين وإعلاميين سعوديين فإن الحكومة ستعود مرة أخرى إلى عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك لإحياء مؤسسات الدولة. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على موقع تويتر قال إن التوقيع الرسمي على اتفاقية الرياض سيتم يوم الثلاثاء في السعودية بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس هادي. صحيفة الجاردن البريطانية تضع سؤالا مهما وتقول في إحدى صفحاتها بعد البغدادي من هم أبرز الأشخاص في قائمة المطلوبين عالميا؟ وترى الصحيفة إن مقتل البغدادي ترك الخانة الأولى في قائمة أبرز المطلوبين في العالم خالية تماما، كما ترك منصب رئيس تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية خاليا. ورغم خلو القائمة من بعض الأسماء البارزة بسبب موتهم أو القبض عليهم، إلا أن البغدادي كان المتربع على رأس القائمة لسنوات. وتقول الصحيفة أن القائمة الحالية تشمل كلا من أبو بكر شيكاو قائد الميليشيا النيجيرية الذي يتزعم حركة بوكو حرام في أفريقيا، وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية. وهناك أيضا في القائمة أيمن الظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة، وداود إبراهيم رئيس منظمة الجريمة في مومباي، وأوفيدو غوزمان لوبيز نجل إمبراطور تجارة المخدرات في المكسيك. وأيضا هناك فاسيليس باليو كوستاس أحد الهاربين اليونانيين الذين فروا بطائرة هليكوبتر مرتين من سجن في اليونان بينما كان يقضي عقوبة في السجن لمدة 25 عاما بتهمة الاختطاف والسرقة، وماتيو ميسينيا دينارو رئيس المافيا الصقلية. جدل الثقافة ودورها، تحت هذا العنوان كتب موفق ملكاوي مقاله في صحيفة الغد مضيفا: كثيرون في العالم الثالث ما يزالون يربطون الثقافة بمجالات الأدب والإبداع الكتابي بصنوفه المختلفة أو بالفنون على اختلاف أشكالها. النظرة الضيقة هذه أدت إلى أن تظل الثقافة في مرتبة دونية وهامشية، خصوصاً في العالم العربي الذي رسم صورة مهزوزة للمثقف وحصره في خانة الأديب، مشكلاً له أبعاداً سلوكية منفرة ليقربه من ذهنية المجنون أو المنفصل عن واقعه أو المتعالي على مجتمعه. من منطلق
أن المثقفين اشتغلوا بالسياسة، فقد عمدت السلطة العربية إلى تشكيل صورة نمطية هزلية لهؤلاء، حتى بات المثقف يعرف بهذه الصورة لدى المجتمع ولدى النخبة السياسية والاقتصادية. الثقافة نفسها بما هي إنتاج معرفي يراعي الخصوصية والانفتاح، ظلت تعيش حالة الرخوة لم تستطع معها التأثير في البنى الفوقية التي استتب حالها على مدى عقود. لكن السلطة ظلت راضية دائماً عن منجزها الإلهي الذي هيأ لها إحكام قبضتها على جميع الخيوط داخل الدولة. في أدبيات السلطة العربية ظل المثقف خارجياً أو خائناً، وفي أحسن الأحوال هو غير منسجم ولا يستطيع الانتماء، وظل إنتاجه سواء كان فكرياً أو أدبياً تهويمات يعبر فيها عن أزمته الذاتية. الحقيقة أن ما أطلق عليه تهويمات هي تعبير حقيقي عن أزمة قائمة بالفعل، لكنها أزمة المجتمع الذي رضي بتنميط صورة المثقف بهذه الطريقة المبتذلة. اليوم نحن جميعنا نعيش في أزمة حقيقية، لا أدعي أن سببها فقط تحقير المثقف وتخوينه ووضعه في درجة مجتمعية دنيا، بل تكمن المشكلة في أننا ما نزال نقدس النخب الاقتصادية والسياسية التي تعيش عالة على الدولة والمجتمع، بينما ما نزال نهمش أو ننظر بدونية أو بريبة إلى المثقف الحقيقي الذي يستطيع أن يرسم طريقاً للخروج من أزمة خانقة للمجتمعات المتقوقعة على نفسها. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكلب كونان الذي شارك في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه الزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا، وانتهت بمقتله، وليس الكلاب وحدهم من استخدمهم الإنسان في حروبه. وفقا لتقرير خاص بموقع دي دبليو، فقد كان الحصان هو مساعد البشر الأول في الحرب، وقد استخدم منذ العصور القديمة لأغراض عسكرية، وليست الكلاب والأحصنة وحدها التي يتم استخدامها في المهام الخاصة. فعلى سبيل المثال تستخدم الشرطة الهولندية النسور في محاربتها الطائرات الدرون دون طيار، وعند وصول هذه الطائرات إلى مناطق حساسة مثل المحطات النووية ترسل النسور للتحليق وسحبها من السماء. هناك نوع من أجمل أنواع الطيور وهو طيور الكناري، تستخدم في المنطقة الحدودية بين كوريا الشمالية والجنوبية، حيث تخاف كوريا الجنوبية من هجوم بالغازات السامة من جارتها الشمالية، ولذلك وضعت أقفاصا من طيور الكناري في المنطقة الحدودية. وعندما تسقط هذه الطيور ميتة بسبب الغازات، سيتم حينئذ إطلاق صفارات الإنذار معلنة وجود هجوم بالغازات السامة، مهمة قد تكون انتحارية للطيور لكنها قد تنقذ حياة الكثير من البشر. أما الفئران فقد تم استخدامها في مهام خاصة، وذلك بسبب حاسة شمها القوية، وتم استخدامها للكشف عن الألغام، ولها ميزة عن الكلاب في هذا الجانب وهي خفتها، إذ يمكن للكلاب أن تتسبب بانفجار الألغام في حال مرورها فوقها، وهذا لا يكاد أن يحدث مع الفئران. بالنسبة للألغام البحرية هناك حيوان مناسب للكشف عنها وهو الدولفين. اعتمدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على مساعدة الدولفين في الحرب الباردة، ويذكر أن الدولفين المدرب الدولفينات قد تقاعدت بعد زوال الاتحاد السوفيتي، أما الولايات المتحدة فما زالت تستخدمها. ومن أخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديدة والمضحكة في أغلبها ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، والتي قالت أن الكثير من سكان نيويورك رحبوا بقرار دونالد ترامب بعدم العودة إلى منهاتن بعد انتهاء ولايته الرئاسية، في خطوة تكرس القطيعة بين الرئيس الأمريكي ومدينة كان يعتبر أنه يجسدها، مؤكدين أنهم يعبرون عن تعازيهم لفلوريدا. وأكد ترامب على تويتر أن مجمعه الفندقي في مارالوغا بولاية فلوريدا سيصبح مقر إقامته الرئيسي بدلا من شقته الفاخرة من 3 طوابق في قمة برج ترامب. ناطحة السحاب هذه الواقعة في الجادة 5 الفاخرة في منهاتن تحولت إلى نقطة تجمع لمظاهرات كثيرة ضد ترامب منذ انتخابه في 2016، وأكد أنه أصبح يفضل شمس فلوريدا، وتحدث عن الضرائب الكبيرة في نيويورك والعداء الذي تبديه حياله العاصمة المالية الأمريكية التي تعد معقلا للديمقراطيين، وصوت 80% من ناخبيها لهيلاري كلينتون في الانتخابات السابقة.
وكتب ترامب: أعشق نيويورك وسكانها وسيبقى الأمر كذلك، لكن للأسف رغم الملايين التي يدفعها ضرائب للبلدية والهيئات المحلية والدولية، عاملني برلمانيو المدينة والدولة بشكل سيء جدا. حاكم نيويورك علق ساخرا: إن ترامب يتحدث كما لو أنه يدفع كل الضرائب المترتبة عليه، ملمحا بذلك إلى شبهات تتعلق بتهرب ضريبي من قبل ترامب الذي يرفض نشر بياناته المالية. أوروبا في خطر، تحت هذا العنوان كتب سلام الكواكبي مقاله في العربي الجديد. يلعب الترهيب من الأجانب خصوصا المسلمين من المهاجرين على الصعيد الألماني والإيطالي دورا فاعلا في تحفيز شعبية قوى التطرف في ظل انعدام البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحقيقية والاستناد دائما على عنصر الخوف الذي يهيمن على جزء كبير من المجتمعات الغربية. وفي المشهد الألماني كما الإيطالي هناك حالة إسعافية تهيمن على مسارات القوى التقليدية للوقوف في وجه هذا التوجه مع حذر شديد من تقاربات تكتيكية انتهازية من المتطرفين تميل إلى تبنيها قوى اليمين التقليدي سعياً وراء الاحتفاظ بالحظوظ الانتخابية. ويبدو أن المشهد الألماني كما الفرنسي هما الأكثر استعداداً لها. روسيا البوتينية تنشط سياسياً وإعلامياً ومالياً في دعم الأحزاب المتطرفة أوروبياً، كما هي تدعم الحركات الانفصالية في القارة العجوز بغرض تفكيك المشروع الأوروبي الذي تتهمه موسكو بأنه لعب الدور الأساسي في تفكيك المشروع السوفيتي. إضافة إلى الدور الروسي التفكيكي، سجلت الأنباء دوراً خليجياً تتصدره الإمارات وتسانده السعودية في تمويل مباشر لمجموعات يمينية متطرفة تجعل من معاداة العرب والمسلمين عصباً رئيساً في نشاطاتها. ومن جهة أخرى تساهم أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية في دعم السلطات المستبدة سياسياً وإعلامياً. وحتى من خلال الزيارات التضامنية لعواصم هذه الأنظمة كما دمشق والقاهرة، يمكن أن تكون معاداة الديمقراطية قاسماً مشتركاً يحث هذه الدول والقوى والأحزاب على التقارب. فعلى الرغم من أن اليمين المتطرف الأوروبي يدعي تماسكه بالعملية الديمقراطية، لكنه فعلياً يعتبرها أولاً وأخيراً مطية للوصول إلى سدة الحكم والقيام بتقليص الانتفاع منها والحد من مكاسبها. ويتم الاستناد في هذا المسار إلى التجربتين النازية والفاشية. صار مؤكداً أن التجربتين تشكلان مرجعية عقائدية لكثير من هذه الأحزاب، فالتحالف طبيعي إذن بين السلطة الاستبدادية العربية وأحزاب اليمين المتطرف الغربية التي تتقاسم معها كره الحرية والمساواة وعدم التمييز. أبرز الأحداث خلال الأسبوع كما روتها صحيفة الجاردن البريطانية من خلال الصور المتنوعة نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. خطوط تتصل ببعضها لتصنع رسوما تضاهي الخبر والصورة، رسوم الكاريكاتير فن لنا معه جولة في كل حلقة من كشك الصحافة.
وبهذه المجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من كشف الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.